حكم الهوى وشرط غايم تشري، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين، حكم الهوى وشرط غايم تشري، هذا آخر كلام عندك؟ أي نعم، آخر كلام عندي. إذا بتحب تقعد باحترامك تفضل لنشربك قهوة، ما بتحب الله معك. بسيطة، نتواجه. شو صاير أختي؟ بابا أنا رفعت دعوة عليهم لرجع ابني اللي خطفوه. وليش ما خبرتينا يا حنين؟ لأنه ما كنتوا حتخلوني. وإن شاء الله ابنك بده يجي يقعد معنا هون بالواع والويا. انت اطمني واخرسي ست عتاب، لا تخافي، ما رح فرجيكي وشه ابدا لابني مشان ما يوجع لك راسي. اعطيني شويه وقت وراح اعيش ببيتي. هل بدهم ياخذوك مني يا تيتي؟ هل بدهم يحرموني منك؟ قال هن والموت واحد. الموت أخذ أبوك مني، وهن يا تيتي بدهم ياخذوك مني. مستحيل يا تيتي، مستحيل. لك ما بيعرفوا انه انا بحبك كثير وبموت فيك. تعال تيتي، تعال يا روحي، تعال.
طش. يلا يلا اشرب حليب، اشرب يا امي اشرب. وما بيعرفوا انه انا راجع عايش مع وسيم حياة جديدة. جديدة فيك. هو رجالي، وسيم رجالي، انه بحبني وما بده يقهرني. رجالي حتى حمامه ولبسه طعمي ونايمة بحضني. سكتة سكتة تا تا تا. يلا يا عمر يلا. أنا بحبك، أنا بعشقك، أنت فتاة أحلام كل شب لأنك أنثى حساسة ودافية. أنت قبلي تتزوجيني وأنا رح أبني لك قصر من السعادة. ما بتقدر؟ طبعا بقدر، لأني بحبك. أنا المارد اللي بده يطلع من المصباح تبع علاء الدين ويقول لك شبيكي لبيكي وآخدك على بساط الريح. أنت بس قبلي تتزوجيني وقولي إيه وتركي الباقي علي. قولي إيه. شو؟ ايه خلاص ابراهيم. عن جد؟ ان شاء الله ايه. لك رح اسعدك، رح العن ابو الحزن وما عاد بقى اخليه يقرب منك، رح خلصك من كل العذاب اللي انت فيه. ايه خلاص يلا بنحكي بعدين. يلا روح باي. أنا بكرهك عم تفهم؟ أنا بكرهك كتير. ليش تركتني بغابة كل وحوش؟ لك هذا الحب اللي وعدتني فيه، هذا العمر الطويل اللي حنعيشه سوا، طلع العمر عندك كم شهر وبس. أنت ما وفيت بوعدك إلي، مشان هيك أنا بدي خون الوعد. إيه بدي خون. اهلا وسهلا. اي بابا شغلي مبسوطة الحمد لله اليوم. اي الحمد لله ماشي الحال. شو امي صاير معك شي جديد؟ لا ليش؟ هيك انا شايفتك مبسوطة ومشقرقة. عن جد؟ يعني اللي ما بيشوف بينتبه انك انت مبسوطة. ايه ماما ما في شي، بس مو انتوا قلتوا لي وصرعتوني فكري بإيجابية ومدري شو، فحاولي. هذا هو الصح بابا، برافو عليكي. شو وين عتاب احمد؟ بغرفتهم. بتعرفي ماما انا كتير مشتاقه لساره، بس هالشرن عتاب ما هنتني فيها. وينها؟ نايمه تقبر عيوني. يلا بكره عطلي ان شاء الله بدي اخذها مشوار. انت ومين؟ شو انا ومين؟ لحالي. هي بتخليكي اما؟ ايوه وما احلاها ما تخليني، واذا ما خلتني بقول لاحمد. ايه شو علي؟ طيب انا بدي اعمل قهوه اعملكم. منيح بدي سؤالك بابا، الله يرضى عليك يا رب. يلا على عيني. أنا دلع شوي تقبريني. إيه حاضر. أم أحمد أنا شايف البنت كتير مبسوطة الحمد لله. إيه والله أبصر شو صاير معها. ولك شو ما صار يصير المهم أنها مبسوطة. ناوليني حس تفاح من عندك. إيه تكرام. ما بدك تجيبي لي بنوتة حلوة مثل الآية؟ ليه؟ تجيب أحلى منه. تخيلي بعد سنتين نقعد نفس القعدة ويكون بنتنا وأخوها عم يلعبوا على نفس المرجوحة. إن شاء الله يا رب. بدك تفاتحي أهلك بالموضوع؟ بس لرجع وسيم. طيب قومي نهز الآية. لا بدك تهزني إلي. عن جد؟ قوم. Yeah.
يا ربي، دخيلك يا ربي، دخيلك يا الله يا الله. ليه سمعتولن ياخدوا مني؟ ليش ليه سمعتولن؟ لك هذا ظلم يا ناس، والله ظلم، والله ظلم، هذا قانون ظالم. انا بدي وسيم، بدي ابني هلا، بدي اياه، بدي ابني هلا، بدي اياه. امي بكره بس يكبر برجع لك. يا امتى يا امي امتى؟ بس موت، لك بس موت امي، انا برجع. امي شو هالحكي هذا؟ بعيد الشر عنك. لا ما بعيد الشر، الشر قريب. اصلا الشر هون لما اخذوه مني مرتين، هلا حرمتوني منه مره وقت استرشد، وهلا هلا هو صغير. انا الي هذا، انا أنا بحاجته، أنا هو بحاجتي، ما أنا بحاجة حدا، هذا ابني أنا، عم تفهموه؟ طولي بالك يا أم زهير، طولي بالك، والله قلبي من جوا عم يتقطع. بس هذا قانون لك يا أم زهير، حضانة الطفل لأمه. أنا أمه، أنا أمه، أنا أمه، أنا أمه، بوس إيديك يا أبو زهير، بدي ابني، بدي ابني، بدي ابني. جدو جدو جدو، الله يحميك يا رب. آمين. الحمد لله يا بنتي، الحمد لله اللي الله جبر بخاطرك. الحمد لله، الله يخلي لي اياك يا ماما يا رب. هي انجبر بخاطره وغير انكسر خاطره. ومين قصدك بغير استعيتها؟ سته. يا ترى فكرتي فيها وبمشاعرها؟ شو بيكون صاير فيها هلا؟ لا والله ما فكرت، لانه ببساطه اخر همي. من طول عمرك أنانية، يعني مش جديد عليكي. أنا أنانية؟ ليش هن حدا فيهم فكر فيني وبمشاعري لما أخذوه من حضني؟ ويا ستي بكل الأحوال، مدام أنا أنانية، حصير أنانية بالفعل وأخذ ابني وروح عيش لحالي. لا أختي لا، ما اتفقنا هيك. ليش أخي ما اتفقنا؟ أنا لا بدي أكون عالي على حدا ولا حدا عالي علي. بعدين أنا حابة ربي ابني بدون أمر أضيع عقد نفسي. طلع حالك. شو قصدك؟ أنا معقدة يعني؟ هيك قصدي. رسنا انت وياه. بابا انت وابنك بتعيشي معنا بهذا البيت معززين مكرمين، فهمتي؟ لا بابا اسمح لي، انا مضطرة اعيش برات هالبيت. وانا ما رح اسمح لك تعيشي برات هالبيت لحالك. بابا لا تخاف، انا ما حكون لحالي. وكيف بقى مو لحالك؟ انا قررت اتجوز. شو؟ شو عم تقولي ماما؟ ايه امي بدي اتجوز. ييه ان شاء الله الف مبروك يا حبيبتي. رسولك شو يعني؟ مو انتو خايفين علي لاني بلا رجال وخايفين العالم تعايرني؟ انا رح جيب لكم رجال يكون مسؤول عني وعن هالطفل، وهيك ما حدا له عندي شيء. انت شو عم تخبصي؟ ليش عم خبص؟ الجواز عيب ولا حرام؟ طبعا حرام. شو بدك تحكي علينا الناس؟ ايه خلصنا بقى لسه الناس الناس، وانا وارمل الناس بدها تحكي علي، وانا متجوز الناس بدها تحكي علي. يعني والله ما عم بفهم، إذا الجواز حرام شو الحلال عندكم؟ الحلال إنك تنضبي وتعيشي عند أبوكي تحت جناحه، مو توطي راسنا بين العالم. يعني والله العظيم ما عم بفهم عليكم، أمركم غريب. عم قلكم جواز، جواز على سنة الله ورسوله، مو بدي روح خطيفة أنا وياه؟ هذا الموضوع ما بدي أسمع فيه حكيها، فهمتي؟ ليش بابا؟ لأنه الناس بدهم ياكلوا وشنا ويقولوا إنه ما صار سنتين مترملة وابنها على حضنها ودارة الزواج. عن إذنكم تعالوا تعالوا. ما حكيت أصري سارة؟ إيه ما حكيت شي. سارة؟ ماما سارة؟ عادي هون حبيبتي. وهذا كل اللي صار. وإنتي فوراً استسلمتي؟ شو بدي ساوي؟ نحن مو هيك اتفقنا يا حنين. نحن اتفقنا إنه نشيل كل العقبات اللي واقفة بطريق سعادتنا. يا إبراهيم شو طالع بإيدي أعمل كرمال الله؟ يعني كيف شو طالع بإيدك؟ يا ستي منروح خطيفة. لك شو خطيفة؟ إيه أنا أهلي بالحلال ما رضي خوفا من كلام الناس علي، كان يتجوز بالحرام؟ أولا أنا ما قلت بالحرام. منروح على المحكمة الشرعية، منكتب كتابنا على سنة الله ورسوله ومنتزوج. ثانيا اللي عم تعمليه ما بيوطي رأس أهلك، اللي عم يعملوه أهلك بيوطي رأسهم إلهم. ما عم بفهم عليك. يعني إذا بدنا نعطي إذننا لحكي الناس، فاللي بيسمع قصتك بيقول يا حرام يا حرام على أهلها، كيف ما خلوها تشوف حياتها وتتزوج؟ كيف بقى؟
لك يا حبيبتي، يعني بالنتيجة إرضاء الناس غاية لا تدرك، سواء تزوجتي أو ضليتي أرملة أو ما تزوجتي أو تركتي أو ضليتي، الناس بدها تحكي عليك وعلي وعلى أي حدا، الناس ما لها شغلة غير تحكي على بعضها. وكمان اللي بيسمع رأي أهلي بيقول لعما هي شو قليلة ذوق، لحقت تنسى جوزها وراحت تتجوز. يا عيني عليكي، هذا هو حكينا. طيب وأنت أهلك شو؟ أنا أهلي ما في غير أمي وأختي، أختي رأيها ما كثير مهم لأنه بعد كم شهر راح تتزوج، وأمي أنا بقنعها. طيب الله يخليك اقنع، يعني أنا ما بدي فوت على بيت جديد أهله كرهانيني، اللي فيني بكفيني. خلص ولا يهمك، بكرة بيكون عندك الخبر اليقين. ناطرتك. قلت بنات عزابية بالبلد لحتى تاخد أرملة وعلى حضنا ولد. لك يا أمي يا أمي، بس هي البنت اللي أنا حبيتها. ليش شبههم بنات اخوالك وخالاتك ولا بنات عمك؟ كلهم حلوين وعزابية وصغار. وحنين صغيرة ومثقفة ومتعلمة وموظفة. بس أرملة، أنا ما عندي استعداد ربي ولاد الغربة. بعدين كيف فيك تتقبلها وهي ما صار لها سنتين طالعة من تحت رجال غيرك؟ لا يا أمي شو هالحكي ها؟ عم قلك البنت بحبها بحبها، بعدين شو ذنبها إذا كانت أرملة؟ شو بدهم الناس يحكوا علينا شو؟ لك مشان الله يا أمي مشان الله، لك أنو ناس هدول؟ نحن هلأ عايشين بالشام وأنت عايشة معنا، نسي هاي طريقة التفكير تبع أهل الضيعة وشو حكوا أهل الضيعة والناس شو بدهم يحكوا. لك عم قلك أنا البنت بحبها بحبها، ما فيني أعيش بدونها. أنا مالي موافقة وما بسمح لها تعيش معي بهذا البيت، وإذا بدك تتجوزها رجعني على الضيعة، ما عندي استعداد شوفها. خلصنا بقى إبراهيم، أمك معاها حق، معقولة تاخد وحدة أرملة؟ لا يا أستاذة مرح، يعني أنا آخر وحدة بتوقع أنه يكون رأيها سطحي هو أنتي. وليش بقى؟ شلون ليش بقى؟ يا متعلمة يا مثقفة، نسيتي أنه خطيبك كمان بالجيش وممكن يكون مصيرك مثل مصيرها لحنين؟ بعيد الشر. ليه؟ بعيد الشر؟ يعني هلأ بعيد الشر ولا قريب الشر؟ نحن ما فينا نتخبى وراء أصبعتنا. يعني إذا لا سمح الله يعني صار هيك شيء، أنا بضل وفية لجوزي، مو بروح بتجوز. حاجة تنظير يا. إيه لا حبيبي، هذا ما اسمه تنظير. إيه لا تنظير، ويكون بعلمكم أنا وحنين بدنا نتجوز سواء وافقتوا ولا ما وافقتوا. معناها بتسكنها بغير هذا البيت، يا بترجعني على الضيعة. أمي مبروك عليكم البيت، وخلي بنتك وصهرك يعيشوا معك وديروا بالهم عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو صاير له؟ أكيد عملت له عمل. إيه لا ماما مستحيل، شو عم تحكي انت؟ إيه أكيد مستحيل ماما، بس عن جد متغير كثير ماما، شفتي شلون هيك عم يدافع عنا كثير؟ شو بدك ماما؟صار إلا وعملت اللي براسها. أنا ما عم أفهم أنتوا ليش معصبين؟ خلوها هيك بترتاح وبتريح. وأنا ما عم أفهم أنت ليش عم تتدخلي بشي ما بتفهمي فيه؟ سمعيني سكوتك من شان الله مو ناقصني ها؟ يعني أولتها وآخرتها بدها تتزوج، فخلوها تتزوج هلا وتقصر الشر ببيتنا وببيت حماها، أحسن ما تتزوج بعد كم سنة وأبصر أبصر كم بيت بتكون خربت.
الله يغضب عليها وتترسي بين كل الناس. انا متبري منها ليوم الدين، لا هي بنتي ولا انا بعرفها. طول بالك بابا، وحياة عيونك لطلاق غصبا عنا جيبها لهون، غصبا عنا. والله شو؟ ارملة، وبعدين ينسمع عليها مطلقة؟ لا حبيبي ما حذرته، ما حذرته ينحكى عليها قدام العالم. لكن شو امي؟ اتركها تسرح وتمرح على كيفها معه؟ لك هلا قد ما هددته وحكيته ووعدته، المخلوقة تزوجت على سنة الله ورسوله، وهلا هي ببيتها، يعني انتو مالكن عليها شيء. المخلوقة تعيش مثل ما بدها. بس هذا هالبيت ما لها فوتي. يلا حبيبي هلا بدي ينام ومنبيع الزبدة صح؟ صح. يلا ماما. بلا ما بدك تعذبني، شو حليب ما حتعذبني صح؟ يعزبك بالكون. مبسوطة؟ كثير مبسوطة. شايفة قديش حلو إحساس المغامرة؟ حلوة بس بتخوف. حنين، أنتِ خليتي مشاعرك تقودك. معناها هذا الشيء اللي عملتيه نابع من جواتك. مشان هيك مستحيل هاي السعادة تفارقك. بتعرف إبراهيم؟ أنا عمري ما توقعت إني أرجع أفرح وأنبسط مثل باقي الناس. أنت ما بتعرف أنا شو شفت ظلم وقهر. أنت بتستاهلي كل سعادة الدنيا، وأنا مستعد أعمل أي شيء بس أنت تكوني مبسوطة. الله يخلي لي إياك وما يحرمني منك. إبراهيم عمري، كأنه نحن عم نتصرف مثل المجانين. ليش في أحلى من الجنان؟ حلوة الحياة بالجنان مو حلوة. بعدين كل اثنين بيحبوا بعضهم عن جد هنن أكيد مجانين. أوف ليش؟ كيف ليش؟ بس يشتغل الجنون بيوقف العقل، بس يوقف العقل بيشتغل القلب، ولما بيشتغل قلبنا ومنخليه هو قودنا ونحس فيه ونكون حقيقيين وصادقين وواضحين، كل شعراء العالم اللي كتبوا عن الحب اعترفوا إنه هنن مجانين وأنا آخرهم. حبلش أقتنع بالمعادلة تبعك. أما شو عامل لك مفاجأة يا عمري؟ شو هي اللي؟ فوتي شوفيها. أي شيء منيح بنعمل لك هو قليل عليك.
عشان هيك شوفي شوفي لك حنين شبه تجوزت. شو عم تحكي؟ عشان عم تحكي؟ منين جبتي الخبر؟ دقيت لها لاطمن على وسيم قام ما ردت، قمت دقيت على بيت اهلها، ردت علي مرت اخوها وقالت لي صار لها شهرين متجوزه وعامله شهر عسل كمان، وهلا ساكنه ببيت اخوك الشهيد مع رجال غريب عم تتنعن فيه، لا وابوها حارمها تفوت على بيته يعني مقلعها. اجت والله جابها، انا رح اجيب لك حقك يا امي لهون لعندك. حترجع لي وسيم؟ كيف؟ يا الله يا حنين ما عم صدق اني حصير ابي. مو اي اب، اب لابني انا. شو بدنا نسميه؟ بركي طلعت بنت. اذا طلعت بنت شو بنسميها؟ بنسميها همسه. واذا صبي بنسميه هما. اتفقنا. مبروك يا حياتي. الله يبارك. الله يقومك بالسلامه. نبيع هذا البيت ونجيب غيره. شو بو مريح وقرنته ظريفة. ايه بس كله ذكريات. خلص مداهينا. انت ليش مخولة تبيعي؟ ايه اكيد. وسيم الله يرحمه سجله باسمي. يعني بدل مقدم ومؤخر. وهذا كان شرط ابي. وليش البابا اشترط هذا الشرط؟ كل الاهالي هلأ صاروا هيك يشترطوا. وخصوصا اذا العريس بالجيش. يعني مشان يضمنوا حق بنتهم وهيك. وفعلا اللي حسبه صار. ليه؟ هدول اكيد اهلي. انتي خايفة. لا تخافي، ما حدا له معنى شيء، انتي مرتي. اكيد حضرتك جوزها لمرت اخي. يا اهلا وسهلا. وفرحان بحالك كثير انك ببيته ومع مرته وبتخته. وين فايت؟ هذا بيت اخي وفوت برجلي وانت بتنقلع لبرا. اطلع لبرا. هذا البيت بيتي يا سيد زهير، ولا نسيان انه وسيم كتبه باسمي. انت وحده خاينه وحراميه. انا اللي خاينه؟ لك انتوا اللي خاينين لانه لا احترمتوا لا اخوكم ولا كرامته بالشهاده. هلا شيلينا من موضوع البيت، تتهني فيه انت وعشيقك، بس وسيم رح يرجع لحضن سته. ولك ما فشرت، ما حدا بيقدر ياخذ وسيم من حضني. مثل ما اخذتي بقوه القانون رح ارجع بقوة القانون. ومثل ما بتعرفي يا متعلمة يا مثقفة، إذا المحكمة حكمت لك فيه وهو بعمر الحضانة رح يرجع عنا إذا تزوجتي. وطالما أبوكي مسامح لك تفوتي على بيته فأكيد ما رح يرضى إنه يربى عندهم. فمشان هيك ما رح خليكي تتهني بحياتك. ووسيم رح يرجع لنا، رح يرجع لبيت جده لحضن سته. تتهنى يا عريس. هذا الكلام اللي قاله مزبوط؟ لك رد علي. لك احكي مشان الله. للأسف الحكي اللي عم يقوله صحيح. شو يعني؟ يعني إذا رفعوا دعوة نزع حضاني منك فبيربحوها. مدام أنت بتعرف هذا الشيء، ليش ما قلت لي؟ لأني بحبك وبدي أخسرك. يعني بدك يعني أخسر ابني؟ بكرة ابنك بس يتجاوز سن الحضانة فيك ترجعيه ببساطة. امتى؟ ليصير شاب؟ حبيبتي بكره بنجيب لنا ولدين ثلاثة وبتعوضي. بعوض؟ انت مفكر في شي بالدنيا بيعوضني عن ابني؟ يعني انت كنت مفكرة انه مستحيل حدا يعوضك عن المرحوم وسيم، هي اجيت انا وعوضتك، بكره بنجيب ولاده بيعوضونا عن وسيم. مستحيل، ما في شي بالدنيا بيعوضني عن ابني، لك انا اساسا ما بقدر اعيش بدون ابني.
مرحبا امي. اهلين حبيبي. كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. امي انا اليوم رفعت دعوه لحتى يرجع وسيم لحضنك. عن جد؟ ايه امي ايه. وخصوصي بعد ما ابوها لحنين تبرى منا ورفضوا انه يربوا وسيم، ووسيم ما عنده كمان خالات، فاجباري رح يرجع لعنا. ان شاء الله يا امي ان شاء الله. مع انه انا بصراحه بتمنى انه ما كانت توصل بيناتنا للمحاكم. امي شبك؟ هلا انت مفكره انه هي رح تراعي مشاعرك؟ غلطانه كثير امي. لو امي لو، بس هي بتضل ام ولازم نحن نداري مشاعرنا. صرتي عم تتعاطفي معها؟ اصبح ما بدك وسيم؟ لا يا شو ما بدي وسيم، والله قلبي ناطف عليه وماني عارفه شلون بدي ضمه لصدري. هانت امي هانت، كلها كم يوم وبيجي وسيم وبصير بحضنك. بس بتعرفي شو؟ انا زعلان كثير انه اخي وسيم الله يرحمه تنازلنا عن البيت. لا امي لا تزعل، لانه بالاصل حقها لحنين، هذا المتقدم والمتاخر تبعها. بس امي ما بيصير، هذا الشقه عمره لاخي ويروح لناس غرب. لك امي راح الغالي للاسف عرخيص. ماشي امي، حاسبي حسابي بالقهوه؟ اكيد تقبرني. طيب انا رح غير ثيابي وجاي لعندك. يلا. يا ماما كرمال الله وافقي على حضانة وسيم، ما بدي اياه يربى بيت جده. ماما معقول بابا حاقد عليك لهلا؟ طيب وسيم شو دخله بيناتنا؟ معي دعوة لمين حضرتك؟ انا زوجها. طيب تفضل وقعي هون سلمك. وين هون؟ ايه تفضل. يعني ما في امل تساعدهم؟ يسلم. خلص يلا برجع بحكي معك بعدين. شو هاي الورقة؟ هذا تبليغ مشان نزع حضانتك عن وسيم. خلينا نسافر برا البلد. شو يعني نهرب؟ أكيد نهرب. ما بتقدري تطلعي برات البلد، بدك موافقة الوصي الشرعي. قولي تخيل الله. ان شاء الله اكيد في حل، ما لازم يكون في حل. حبيبتي انت شو بيرضيكي؟ شو بيريحك؟ طلقني. حنين انت رح تخسري كثير هيك يا حنين. ليش؟ لانه اول ما يخلق ابني اللي هو ببطنك هلا رح اخده منك. وبالتالي رح تكرري نفس المأساة اللي عايشتيها. سلفاً انتي خسراني بيت عمك واهلك، يعني ما عاد في إلك سند غيري. حنين افهمي اني انا ما بقدر اعيش بدونك. وين ام زهير؟ انا رايحه مشوار. لوين؟ عالسوق. طيب انتظري بلكي بتروح معك مرام او لينا. امي ما بيحدا يروح معي، ماني صغيره. الله معك ام زهير. شو لوين راحت مرت عمي؟ يعني لوين؟ لعند حنين. شو عم تحكي؟ معقول؟ معقول ابي، بتكون اشتاقت لوسيم.
خليها تعمل بريحة ما لي شيء. هلا عمي ليش ما بتحكي انت مع مرت عمي وتفرض سيطرتك شوي عليها، يعني مشان موضوع وسيم حرام بضل عند امه ولا احسن؟ انت قلبك عليه ولا على امه؟ والله يا عمو قلبي على اثنين، يعني انا امه عندي اولاد وبعرف قديشها صعبه فرقه الابن عن امه. ايوه لو كنتي ام حقيقيه كنت حافظتي على شعور الانسانيه اللي كانت عايشه بيناتكم، مو طفشتيها. انا اللي طفشتها؟ ليش عمي؟ انت ما ساهمت بتطفيشها لحنين؟ انا؟ كيف؟ يعني بلا مؤاخذه عمي، انت ما كنت قدران ابدا تحط حد لاي حدا بالبيت والتعامل معه، وكلمتك ما كانت مسموعه ابدا. خلصي. انا كنت حريص على شعور مرت عمك مو اكثر. اي عمي هي انانيه اسمها، يعني كنت تفكر بمشاعر مرت عمي ومشاعر حنين ما فكرت فيها؟ يعني انت حضرتك ما كنتي انانيه معها؟ والله انا حقي، بس انت مو حقك ابدا، وما كنت حكيم ابدا بتصرفاتك، وما حدا عم يسمع لك كلام بالبيت. لينا احتمي حالك. لينا خلصي فوتي لجوا. انت حد اللي شاطر فيه. لينا خلصي فوتي لجوا. خلصي فوتي لجوا. أكيد ما كان قصدي. وين وسيم؟ خذ حبيبي خذ. عن إذنك مرت عمي شكلي يا دعم. يلا لحظة راجع. تعال 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 تعال. تفضلي مرا. تسلموا إيديك شكرا. أنا ما تقاوزوني جايتكم بدون موعد وهيك. لا لا ولا يهمك ولا يهمك، احنا أهل. أكيد بإذن الله. ما تواخذيني. ولا يهمك حبيبتي. ناموسي؟ إيه الحمد لله. أنا ما تأخذوني جاي بدون موعد، كنت عم بقول له لزوجك بس. ولو أهلا وسهلا. الله يسلمك. الحقيقة أنا جاي أحكي معك كلمتين من مو من حماية لكني لا. أنا جاي أحكي معك من أم لأم. تفضلي. أنا جاي أترجاكي. خلي وسيم يعيش معي بس بدون ما تكوني مقهورة أو مكسورة. بدك تاخدي ابني مني بدون ما أكون مقهورة أو مكسورة؟ أنا بعرف إنه صعب عليك، كان صعب إنك تعيشي بدون ابنك أو يعيش بعيد عنك، بس اللي بيعزيكي إنه هو عايش، بتقدري تشوفي إمتى ما بدك، تضمي إمتى ما بدك، ما بدك. بس أنا ما بقدر أشوفه لأنه مات، لذلك أنا عايش حياة جديدة معه، حسسته كأنه ما مات. بترجاك بوسي إيدك تقبلي إنه يعيش معي. بعدين انتي حامل، بكره بتخلفي، ابنك بيعيش بحضنك، بيكبر بين ايديك وقدامك قدام عيونك. بعدين زوجك ليش لتحرمي من ابنه؟ ليه؟ ليش لتخربي بيتك بايدك يا بنتي؟ ليه؟ انا بس اعطيني وسيم، ما بدي شيء. شو قلتي؟ يا مرت عمي كنتك وبنتك ما بيطيقوا لابني قدام عيني وكانوا حيخنقوا، كيف هو بعيد عني؟ بوعدك بوعدك وعد شرف انه ما خلي حدا يأذيه، ما خلي حدا يمس بسوق. بوعدك بوعدك والله بوعدك. انا
حنين. شو قلتي؟ بس قولي لي شو قلتي؟ امتى ما بدي تخليني اشوفه؟ بوعدك. وامتى ما بدي اياه يجي ينام عندي بتخليه؟ بوعدك. واذا مرض او اي شيء صار له بتخبريني؟ كمان بوعدك. والله طلباتك اوامر يا حنين، بس خليه يعيش عندي. بس خليني احس انه انا عايشه مع ابني. بس خليني احس هيك. مبسوطة؟ ما في اسمع سيرتها بهالبيت بنوبة. بس يا رجال خلاص. شبك انت؟ في بدمك حكي. شوفي امي شو صاير؟ حنين شبهها اخذوا منها ابنها. شو عرفك؟ بعثت لي رسالة على الفيسبوك وقالت لي إنه صارت حامل بالشهر الثالث وأخذوا منها ابنها. وليش عم تخبرك؟ ما تكون عم تفكر ترجع تصالحنا؟ لا بابا لا، بس هي قالت لي إذا نحن حابين نعرف أخبارها هيك صار معها. الله يهنيها ويكون بعونها يا رب. الله لا يهنيها، موتت راسنا قدام الناس. كله من تحت راس مرتك هالسر نوي، هي اللي طفشتها. ليش من تحت راس بيت حماها امي؟ ما حدا قصر فيها. طالما ما حدا قصر فيها، انت مو امها، ليش ما حميتيها؟ انا بعترف اني قصرت بحقها كأم، بس ما كان طالع بايدي شيء. ايه ما عاد ينفعك الندم امي، ما عاد ينفعك. لا سيدي بينفع وستين بينفع، ومن بكره انا رايحه ازورها ويسترجي حدا يحرمني منها بقى. وبابا؟ ينصطفل، امتى ما راح حضرته بيلحقنا بيروح بشوفها. ايوه اذا هيك انا رايح معك بكره. يا الله يرضى عليك الهي. صبي لنا قهوه امي. تكرم عيونك وهي فنجاني كمان.